التوليد صمت الخطوة الثالثة تحتجع أكثر الثروة الغذائية في تطمين المستمر ندوات معارض استكشاف تنوع ثقافي وحتى خلال ضمن برنامج هذه الدورة المعرض التوليدي صمت يرحب بكم بأكثر من 22 أكتوبر إلى فاتح نوفمبر 2015 خوتي الفلاحة بلا شك حرصوا الأرض ودابا واجبين باش تزرعوه إلا بغيتوا تضمنوا غلا ديجها الكلام فوق الحساب خاصكم تختاروا أجود زريعة وأحسن لنجري لأرضكم سوماكو بجريد هذه الربعين عام كتوفر لكم زريعة معتمدة ولنجري جودة عالية باش تضمنوا أحسن صابة وتفيض وتزود عليكم الأرض بخير سوماكو ثمن مناسب يريح جيبك والنتيجة تعمر عينك سوماكو موجودة بجميع مناطق المغرب زوروها واكتشفوا جميع منتوجاتنا سوماكو أحسن اختيار والصابة تعطيك الخبار ويتجدد لقاؤنا أشياء المسائية أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حصص جديدة من المسائية مباشرة على أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسط إلى حدود الساعة 8 نواكب لكم آخر أحداث المنطقة والعالم في نشرة إخبارية مفصلة على رأس كل 30 دقيقة إلى جانب باقي مواعيدنا القارة على ميديا وبداية بعرض لأبرز عناوين الأخبار ليومه الأحد 25 أكتوبر سوريا رئيس بشار الأسد يؤكد أن بلاده بحاجة للقضاء على تنظيمات الإرهابية لتصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات نقل نائب روسي عن الأسد استعداده لتنظيم انتخابات والمشاركة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد نيته التعاون مع الأردن لتهدئة التوتر حول المسجد الأقصى في القدس في الأثناء قتلت فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية المحتلة بعدما حاول طعن جندي من خلف الحدود وفق رواية الشرطة الإسرائيلية انتخابات رئاسية في كوت ديفوار ناخبون صوتوا اليوم في اقتراع حاسم يأمل الرئيس الحالي الحسن وترى في الفوز به من الدورة الأولى في ظل معارضة منقسمة المسائية كذلك مخترة جولة العواصم بين واشنطن وفلسطين بعدها تتابعون عددا جديدا من مجلة النت في أسبوع للزميلة عفاف بوشيخية حيث النسان للنت ضمن مجلة فاج ويب يوقع الزميل أموغي باغادون في القائمة أيضا لسكخ دي لونج مع أوليفي ميلاغ لكونيك دولاكشاليتي تحملنا إلى مدريد للحديث عن الحملة الانتخابية في إسبانيا عدد جديد من ملفات في الواجهة للزميل إبراهيم الغربي غرائب الأحداث مع نهى يوسف ومختارات الجينيس بوك لنهاية الأسبوع في المسائية أيضا متابعة رياضية متجددة في عددين من مساء الرياضة إلى جانب نشرات أحوال فاتحة المسائية النشرة المغاربية تأتيكم مباشرة بعد تقصف الله مع ملاها الشمال شخص الفلاح يقدم لكم من طرف سماد غلا سماد غلا احسن جوده لاحسن غلا مساءكم سعيد اخواتي اخواني تغطية الغطة بحول الله الحال غادي يكون مقلب وفيه شويه ديال الغيام في نواحي درعا تفيلات الاقاليم الجنوبيه لكن غادي